كابتن عمرو، مودست ما اقنعكش ولا لسه بدري الحكم عليه؟ بص، هو اول لما جه انت قلت هتجرب وتدخله في مباراه المصري على وعسى يخش في فورمه الماتشات مع تواجد مباريات كتير. ما ادالكش اللي انت عايزه، خرجته بره الموضوع خالص وسلمته الاندويا ان يشتغل معاه بدني على مرحلتين، مرحله بدنيه الصبح ومرحله جماعيه مع كولر. نوعا ما ظهر بنسبه معينه. اما تيجي تقول فرود، انت تمام لما هتيجي تحكم على فراوده النادي الاهلي هتحكم زي ما حكمت على فلافيو. قعد فتره طويله، هل الراجل هيجي؟ هل الراجل جاي؟ هل الراجل هيشتغل كويس؟ هل الراجل هيبقى جوه الصندوق ايجابيه؟ هل الراجل هيستفاد من الحاجات اللي كانت ناقصه في روضه النادي الاهلي، الحاجات العرضيه اللي بتتعمل من محمد هاني وعلي معلول؟ هو ده المطلوب. الاهلي دلوقتي كله الشغل من تحت مودست، اللامركزيه والروتيشن اللي بيدور ما بين قفشه وما بين امام عاشور وما بين بيرستا وما بين رضا سليم وحسين الشحات ايا كان متواجد. يعني تخيل بالدهب لسه كان بيتكلم على امام دلوقتي بقى عامل 3 في 1، بيشتغل من 8 وبيبقى موجود في الصندوق. رجعت الامام بتاع المحله اشتغل من على الطرف من جهه علي معلول ويقدر يشتغل من جوه ويقدر يجيد التسديد برجليه الاثنين، تسديدات واضحه بقى عنده شراسه. فجاه لقيته وهو رايح للهدف اللي فات الثالث ناحيه اليمين جهه محمد هاني بيربط ما بينه وما بين كريستو. الراجل بيعرف يطلع اللي انت من جواك. هل مودست هيكمل ده؟ كان مطلوب ان هو يشوف بصيص نور من امل مع جماهير الاهلي واحرز هدف، وكان ممكن يحرز الثاني، هيخلي عارف انت ما بتجيب جون بتديك تقديم اوراق ما بينك وبين الجماهير. لو هدف ثاني بتعمل كيمياء حلوه. يعني امام اشتغل بمراحل الامكانيه، ثرو باس الاسيست لرضا سليم، ثرو باس الطويل اللي عامله البرستاو بقى في شكل، كلل امكانياته بالهدف بتاع امبارح، خلى بقى ايه امام مستريح نفسيا ان انا عملت الروتيشن المطلوب اعمله عشان كولر يبقى عارف ان انا بقدر اجيت في المكان اللي تحت الفيرود بكل مراحله، يمين في العمق تحت الفيرود 9.5 ناحيه الشمال في كل مكان في الملعب. انت عايز فيرود عشان صبرت كتير، ده الكلام على امام. على امام انت عايز فيرود، قولها تاني عشان تغلط امام فيه. امام عاشور كلامي كله على امام. الفيرم كله انت عايز الفيرود اللي الاهلي ما كانش شايفه لمده سنه كامله، جزء مع موسيماني وجزء مع كولر، اللي هو من انصاف الفرص اللي تيجي في اي وقت جون، اللي تتعمل بالعرض اشتغل فيها بالعاب الهوا جون، اللي انا اعمل اسيست والف واشتغل بالجون. يبقى اذا مودس يا عمرو ما يخرجش بره الصندوق. لا، يبقى انا مش مهتم شغل جوه الصندوق. هو شغله جوه الصندوق ان هو مستني العرضيات يا اسلام، لانه بيلعب بدماغه بس. عمل واحده حلوه بدماغه جنب اللي جت جنب القائم في ماتش ام بي ده امبارح. هو طبعا مش موجود عشان هو طبيعي ان يعمل يعني ان يعمل اكتر من كده يعني 20 مرة، بس برضه يعني لا، بس هو محتاج للاستمرارية يا اسلام. لا مش محتاج ان هو يعني ولا انتوا مش مقتنعين؟ لا مش على يعني مش مقتنعين لا انت مش بتتكلم مثلا فاروق النادي الاهلي، حسام حسن، متعب، فلافيو، انت بتبص للحتة اللي لو جالك 3 فرص تجي 4. لا لا دول انا بتكلم اقرب حاجة متعب بلال. انت عايز من 7 فرص يجيب 10. انت قايل كل الناس وناسي محمد فاروق. لا بص هقول لك على حاجة بص بقى، انت قلت كلمة مهمة جدا. لا انا مش بتكلم على فاروق طبعا. فاروق كان الكابتن جوهري عارف بياخد من فاروق ايه. محمد فاروق ماشي، ايه بياخده منه؟ اي كره عرضيه فاروق في الالتحام، رغم ان هو مش طويل. شوف مودست ممكن يوصل لحاجه و90. هقول لك على حاجه، جاب جون مره وهو في النادي الاهلي من كروس باس من عماره اعتقد في الاسماعيلي من اقصى اليمين في اخر نقطه. الفتره دي فاروق احرز اهداف كتير جدا. فانا كنت في الاتحاد اللي كان ماسكنا كابتن زيزو، قال لي بص عندك حلين، هم عندهم 2 فراودة، علاء ابراهيم هياخدوا مرعي وفاروق جوه الصندوق اتصرف انت. ده كان يعني، وكان ورانا عصام مرعي. عارف انت لما تبقى عارف ان فاروق مثلا ممكن تلاقي واحده على الطرف مدي عصام مرعي؟ لا انا اسف، لا 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 مرعي بتاعنا محمد مرعي السر باك، وانا وكان ورانا عصام ربيع ماشي، وهو بيسدد ممكن تلاقي فاروق من حته ما تتخيلهاش رجليه بسم الله ما شاء الله شايلاه. بس جوه الصندوق لو سرحت 99% جول. في ناس كده جوه الصندوق، كابتن ايمن شوقي، كابتن رمضان، لا كابتن جمال عبد الحميد بقى من على 18 تلاقيه في حته تانية. انت اهم حاجه انت عارف
امكانيات الفيرويد ان هو جوه الصندوق بيجيد العاب الهواء.